جو الحراره اللي في طنجه حاليا دابا مزيان واحسن جو كيتعتبر. انا اصلا جاي من مدينه فاس وجاي نحتفل بهاد الاجواء الرائعه والمناظر الجميله الصراحه اللي كنا كنتظرهم شحال هادي، ولكن جو رائع النهار خاص مع الجو البحر، مع الجو البحر والهواء اللي كان جميله وصراحه كان داك الشيء في المستوى. اول مره كنجي من مدينه فاس، اول مره كنجي الصراحه اول مره داك الشيء علاش. والصراحه فاس كثر 47 درجه كتوصل، واكثريه من مراكش هي 47 درجه لحتى الفوق. الحراره كاينه بزاف في طنجه، هادشي اللي خلاني نجي انا والصديقه ديالي هذا نتبحروا ونتبردوا شويه. وكما كتشوفوا كاينين لي باراسول، كاين الدوش، وهذا يعني بلاصه عائليه اللي بغى يجي للبلايا راه مزيانه تبارك الله يتبحر. والامور مزيانه عندنا في طنجه الحمد لله، بلايا مزيانه نقيه، واجبنا الدراري يبحروا شويه مع العطله مع ايوا كل شيء بخير وعلى خير، الدنيا غزاله نقيه ومزيانه والحراره موجوده مرحبا بكم طنجه الدنيا مضخمه. كاين حراره بزاف هنايا كتوصل 30 35 حتى 40. ايوا ها كنمشيو بلايا، كنمشيو اشقار، كنمشيو سيدي قاسم، المهم حدا طنجة كاملة مزيونة. بلايا قريبة ليا بزاف، حنايا كيقولوا راه كاين سما القرش ولكن ما نعرف، وقيلة كيقولوها الهضرة كتقال هادشي اللي سمعنا. صافي داكشي اللي كاين، ما ندخلوش العوال ديالنا لداخل ونبقاو نحضيهم وكاميرات المراقبة. اصلا كاينه المراقبه هنايا كيراقبوا هنايا العوال وكيراقبوا كاملين، كاين المراقبه هنايا. بحر كثير كبير وبنادم يخاف على راسو ويخاف على الدراري الصغار بزاف. علاش؟ يعني على حسب القيرش اللي قالوا شافوا ليه على ديك كاسيت مال بطل تحت، فضروري بنادم خصو يحتفظ على ولادو ويحتفظ على كل شيء بنادم ضروري. ما يغرقش داخل لا والو، حنا كنحضيو العواود ديالنا كل اللي راه كنحضيهم هنايا ممنوع ما يدخلوش لداخل. وإذا كنت كتعوم وخرج عليك القرش شنو كتسوي؟ شنو تعمل؟ تمشي في حالاتك، تسلت غدير شنو غدير؟ تسلت ولا غتوقع لك شي حاجة ما عندك ما دير شنو غدير؟ ما عندك شي ما دير يعني في وسط البحر إلا خرجت لقيت شنو غدير؟ ما عندك والو ما دير. افطر ساكن. صافي يعني غير خصك تعطي راسك للروح والسلام شنو غدير؟ ما عندك ما دير، هز يدك وخليه يدير فيك ما بغا شنو غدير؟ بالنسبة لي أنا جيت كسائح تونسي، جيت إلى المغرب في أول أيام المدة السياحة ديالي، مشيت الأشقار وأنا جالس البحر مع دراري أصحابي، فجأة نسمع في دراري الآخرين يغوثوا قرش قرش قرش، مشيت كنشوف معناها كيف بقيت الدراري شنو اللي كاين، يا خرف شي لعيبة هكا كحلة قاعدة تتبحر، هذاك هو طلع القرش. طلع القرش. ناس تقول روكا وناس تقول قرش. تم به المسعفين، كاين المسعفين غادي تماك وكاين سباحين المنقذ هم اللي مشاو بالزدياكة بعدوه القرش من تماك، وكملت الناس تتبحر عادي ما فما حتى ما فما والو معاه، فهمت؟ الفعل ديالي انك تحاول تكون مسالم باش هو يسخف عليك مثلا وما ياكلكش، ياكل منك رجل ولا ايد فقط معناها ما يكملش ياكلك الكل. القرش ما فماش حتى معامله معاه السيد، القرش ياكل بلاستيك ياكل الحديد ياكل اي حاجه، القرش سبحان الله ربي يعطيه ماده في وسط بطنه من داخل تقدر تزيل اي حاجه سوى الحديد سوى البلاستيك سوى اللحم سوى، وهي بطبيعته الماكله المفضله ديال القرش هي اللحم بنادم معنا، يشم ريحته على بعد كيلومترات، وان شاء الله ربي يبعده علينا. وقرش راه خطير برشا وننصح الناس الكل ياخذوا احتياطهم منه، وان شاء الله صيفيه السنه تعدى مزيانه والناس الكل تتبحر وتشيخ وتتفرهد مع الاجواء. والمغرب بالصح مزيانه مزيانه بزاف، بالاخص فيها مناطق مزيانه كما اشقار كما مارينا سمير كما كاستياخو، فما برشا بلايص مزيانين عجبوني. جينا بهذه المناسبه ديال العطله، بعدا انا باقي عندي عطله، شفت بنيته ديالي كاين شويه الحراره في طنجه هنايا كاين شي حاجه، ايوا ونتمنى الله سبحانه وتعالى زعما داك الشيء جاني مزيون هنا، عملوا هذا الممر جينا عملوا في مستوى واعر. واو كنتمنى الله سبحانه وتعالى يكون النهار بخير عاود. كل شيء بخير بعدا. لا الاجواء كل شيء بخير الحمد لله، ما شويه تبردت بعد العشيه هذه تبردت، قبيلتي كان شويه الحراره فهمتي، لكن هذا الممر اللي عملوه ما اول مره شفت في حياتي، واخا انا خالق ومربي هنايا عمري ما شفت هذا الشيء هذا، ولكن اليوم واعر عملوه دابا تا هو البحر ما تحشي كاع بالعيا فهمتي.
حرارة في طنجة، جيونا الوليدات ديالنا، الدنيا عامرة بزاف هنايا، الدنيا مزيونة شوية، الحمد لله مزيانين، الحمد لله على كل حال، جيونا وليداتنا مزيانين، الحمد لله على كل حال. يعني الواحد كيجي وليداته آه كيجي وليداته يتبردوا هنايا الحرارة مزيان. عجباتك بلاي؟ يا مزيونة بلاي صراحة الله، مزيونة نقيقية مزيونة، صراحة الله مزيونة. هي اللي خلاتنا نهبطوا لهاد البلايه هذه، والحمد لله الامور بخير وعلى خير، اللهم لك الحمد. تحياتي لكم كاملين اخوتي بالصحه والراحه جميعا. كيف جاك الماء؟ كيف جاك؟ الحمد لله الماء هو هذاك مبرد، الامور بخير، لا صداع لا مشاكل. كي كتشوفوا الناس مبحره عايمه الحمد لله، ما كاينش شي حاجه اللي امور بخير وعلى خير. ونتمنى لكل شيء الصيف هذا اللي بغى طنجه مرحبا بها، البلايه حداه مناطق زوينه فيها اشقار المنار، اي حاجه زوينه في هذه المنطقه، والحمد لله واللهم لك الحمد وعاش الملك. السلام عليكم اسيدي، احنا من فاس وهربنا من الصهد ديال فاس، ولكن هنايا راه الجو معصبر وما كاين لا ريح لا حتى حاجه، والدنيا بخير والناس الحمد لله ناشطه كل شيء، لا الدراري ولا هذا. دابا هذه 6 ايام وحنا هنايا ما سخيناش نمشيو، واخا شاتي سمعنا بان هو كاين القرش هنايا، ولكن الدنيا راه كاين الامن وكاين كل شيء، ما كاين شيء مناش يخاف الانسان. وإذا بان لك القرش لا تعمل الحاج؟ أوي أوي غادي نقبطو ندبحوه نتحاماو فيه. نتحاماو فيه ونوزعوه يا كيتكل. أيوا.